عقد جمعية بنات الغد ندوة صحفية لتقديم برنامج مهرجان الشباب في نسخته الثانية، وتمتد فعالية المهرجان من 2 إلى 7 ماي تتخلله لقاءات فنية ثقافية ورياضية. بالنسبة لمهرجان الشباب في الدورة الثانية ديالو دورة الصحراء المغربية، الجديد اللي نقدروا نهضروا عليه هو جديد في البرمجة، لكن ليس جديدا في إيديولوجية المهرجان. لازال المهرجان احتفظ بطابع مج عدة قطاعات، كل من الرياضة والثقافة وما هو فني. كذلك كنا عدة حيثيات جديدة كتكريم فنانين وطنيين ومحليين كفنان عبد الرؤوف وكذلك فنان كبير على مستوى مدينة طنجة. في البرمجة كذلك هناك مشاركة ديال لأول مرة في مدينة طنجة، مشاركة حكومة الشباب الموازية في التأطير وترأس ندوات. هناك عدة حيثيات أخرى لن يمكن ذكرها، كافتتاح سباق جيو الدرجات الهوائية بسباق شرفي للإعاقة في الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، وهناك عدة مفاجآت أخرى. بالنسبة لرأي المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان في هذه الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي تنظمه جمعية بناة الغد، التي اعتبرها شخصيا من الجمعيات النشيطة في المشهد المدني الطنجي على الخصوص، أعتقد أن مشاركتنا تأتي من هذه العلاقة ديالنا مع هذه الجمعية الشابة ما يخص مائدة مستديرة حول الإعلام وقضايا الدبلوماسية الموازية على المستوى الوطني، وخاصة في بعض القضايا الكبرى، القضايا الوطنية، منها قضية الصحراء ومنها قضية سبتة ومليلية ومنها قضية الهجرة أيضا بين المغرب وجارتنا الشمالية المملكة الإسبانية. إذن هذه هي المائدة المستديرة التي سنشترك فيها مع جمعية بناة الغد يوم 2/5/2014 إن شاء الله. سيعرف المهرجان ورشات وموائد مستديرة وكذلك حفلات فنية يحييها سعيد مسكير، رشيدة طلال نجمي الكوميديا جمال ونور الدين، وتكريم عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف.